أول برنامج ما حبيت لك عليها لأنه هي مفاجأة بحد ذاتها، فكيف بدي أقول عنها؟ وطبعا هالمفاجأة مين رح تكون غير شمس الشموس مدام صباح. يا سلام، أهلا وسهلا. أهلين كيفك يا مايك؟ أهلا وسهلا مدام صباح. بما أنه بتعملوا حضرتكم اثنين يعني بفيلم واحد مشترك افتكر موجودة لا تشتغلوا فيه حاليا، وبما انكم اشتغلتوا قبل هالمرة افلام طبعا بمصر، فممكن نسأل شوي عن السينما معلوم. طيب السؤال الاول استاذ فريد، استاذ فريد ما هو اول فيلم مثلته قدام مدام صباح؟ في الواقع انا مثلت قدامها افلام كتير، انما كان اول فيلم كان اسمه خطف مراتي. كنت ايوه كنت انا ومدام صباح، ويعني امنيتي دايما ان احب امثل معاها لان من الارتيست او من السيدات اللي برتاح لهم في التمثيل في الواقع. طيب مدام صباح المعروف عن الاستاذ فريد انه هو فيلن وشرير على الشاشه، يا هل ترى هيدا مخوفك باول مره بتوقفي قدام منه؟ بلا خفت. عارفه ليش خفت؟ ليه؟ خفت اني احبه ومش خاف منه. لان ما حدا بيشوفه ما بيحبه، عارفه كل شيء بخوف بالافلام لو تشوفي قديش بالطبيعه رقيق وقديش هو انسان. يعني اذا بده يعمل ابره او اذا شاف يمكن شي نمله بعد مدري قد ايه بيصرخ وبيركض. طيب استاذ فريد الفيلم اللي انتم عم تمثلوه هلا بلبنان في غيره شيء ارتباطات بينك وبين مدام صباح؟ ضروري ان شاء الله. يعني في مشاريع غير الفيلم اللي انتم عم تمثلوه؟ في كثير ان شاء الله. في فيلم بنعمله قريب تصوير بالنيويورك ان شاء الله. بين نيويورك ولبنان موافقين ان شاء الله. طيب طبعا في اغاني الفيلم في غنية وغنيت لي على له. طيب في الواقع انا كنت اخر فيلم عملته انا وصباح في مصر كان اسمه جوز مراتي، كان من احسن الاغاني اللي اتعملت اللي قالتها السيده صباح. حسونه غنوه دايما يعني بحب الغنوه دي، فجت الغنوه الجديده في الفيلم الجديد دي نسيتني القديمه شويه. طيب شو هن الاغاني اللي موجودين بالفيلم؟ هلا مغنيه غنيه المفروض انا غنيه، وبعدين بشوفه هو كثير عايش على البساطه وحبيت عيشته، فهو اصحابه بالفيلم يعني، فحبيت عيشته كثير هالبسيطة وغنيت له غنية اسمها البساطة البساطة. يعني أصبح هذه الأغنية اللي بفضلها الأستاذ فريد؟ لا مؤقتا لسه في جديد. طيب ما دام فرصة وحضرتكم مشاركين معنا وفي معنا الأستاذ عبود عبد العال وفرقته كمان، فبنطلب منك شوية بساطة من أغنية البساطة. ممكن الأستاذ عبود؟ لا مش معقول. كريمي دايما.